كان ضيف الشرف في حفلة جمعية التوفيق القبطية بعيد النيروز الرئيس اللواء محمد نجيب والرئيس السابق علي ماهر. وقد استقبل الضيفين الكريمين غبطة الأنبا يوساب الثاني بطريرك الأقباط وكبار رجال الجمعية الذين رحبوا بالضيفين أجمل ترحيب. وانتقلوا بعد ذلك إلى السرادق الكبير الذي كان يضم بعض حضرات السادة الوزراء، واستمعوا هناك إلى بعض الأناشيد الوطنية.